ما رح نروح لمساحتنا الطبية لليوم مع مرحلة ممكن تشكل عند بعض السيدات النهاية، لكن هي المرحلة بجوهرها هي بداية لمرحلة جديدة بحق كل أنثى. سن اليأس كما هو معترف عليه بعين المجتمع، ولكن بمسماه العلمي والنفسي سن الأمان لدى المرأة. ما هو وكيف يمكن للمرأة عبور هيدا البوابة لمرحلة هامة من حياتها، وأيضا أبرز الأمور الصحية اللي بترافق هيدا المرحلة، أكيد رح نتعرف عليها وتفاصيلها مع الدكتور شادي خلوف، أخصائي في مجال الأمراض النسائية والتوليد. يسعد صباحك، سعد نورتنا صباحكم. اليوم. سعد صباحكم. صباح سعد الخير صباحك دكتور. سلمى. سعد صباحي. بالبداية خلينا نعرف المشاهدين أكثر طبيا وعلميا ما يعرف بسن اليأس حسب التسمية الشائعة، إلا أنه نحن بنحب نقول عنه سن الحكمة. مزبوط. خلينا نعرف المشاهدين أكثر. نحن من جديد صرنا نسميه سن الحكمة، لأنه كلمة سن اليأس كانت عم تخلي السيدات يحسوا بأنه هن دخلوا بمرحلة بحياتهم لا عكوسة، وبالتالي فقدوا الأمل بكل شيء، واليأس رح يكون هو اللي حاكم هي الفترة. وهو حقيقة هو بالعكس خطأ تمام. شائع. طبعا طبعا هو بالعكس تمام. مثل ما نحن كنا نسمي مشكلة العقم، كنا نسميه عقم، ويحسوا الكوبلات اللي عندهم هي المشكلة انه هن كمان بمرحلة لا عكوسة، وبالتالي هن مستحيل يكون عندهم أطفال. غيرنا التسمية لنقص خصوبة، لأنه ما عاد في شيء اسمه عقم، صار أي كوبل بيقدر انه ينجب أطفال ولكن بمساعدة. وبالتالي سن الحكمة كثير مرحلة مهمة عند السيدة، بتدخل بطور جديد بحياتها. الميزة فيها أنه السيدة صحيح عم تخسر وظيفة إنجابية، عم تخسر وظيفة هرمونية، ولكن أنا صار عندي وسائل بقدر ساعد فيهم هي السيدة حتى تابع هي المرحلة بدون آثار جانبية مزعجة. ليش نحن السيدة أصلا بتدخل بسن الحكمة؟ لأنه المبيضين اللي هن كانوا بغزوا جسم السيدة بالهرمونات حتى تقدر طبعا تكون عندها فترة السن نشاط تناسلي اللي هو الإنجاب، لحتى كل الوظائف تكون تعمل بشكل جيد، بيكون مسؤول عن المبيضين بهرموناته. لما هالمبيضين بيتعبوا بيفشلوا بيدخلوا مرحلة الكهولة وبيدخلوا بسن الحكمة تبع المبيض، بتنقص هاي الهرمونات وبالتالي بنفقد هذا الوقت. الشيء اللي بتحسه السيدة، يعني أنا بقول لهم السيدات إنه أنتوا انسوا انه انتم دخلتوا هاي المرحله. الفرق بين قبل هالسن وبعده هو فقط الدوره الطمسيه، يعني السيده بتعرف انه هي دخلت من الدوره الطمسيه غالبا، وبالتالي انا اذا اعتبرت انه انا هذا الموضوع خلفي اللي هو موضوع الدوره، فانا ما في مشكله، يعني قبل وبعد ما له كثير فرق، يعني السيده بال 45 ما له فرق عن ال 55 بجسمها، غير انه هي كان عن تجيها دوره طمسيه وبالتالي ما عاد اجتها. وهذا موضوع عند سيداتنا كثير، موضوع العامل النفسي عامل كثير مهم، مشان هيك الدوره الطمسيه كثير بتعنيهم، مشان هيك سن الحكمه بيعنيهم بيزعجهم لانه هن فقدوا هذا الشيء. تمام. يعني دكتور في سن معين يعني بالعاده بتدخل فيه المراه لسن اليأس، ولكن في استثناءات انه يكون قبل مثلا قبل بلوغ سن معين، يعني بمرحله مبكره تدخل هذا السن، وشو السبب؟ هلا في طبعا هو سؤال مهم، لانه نحن ما في سن محدد بيقولوا لنا امتى العمر الاشيع. هو في عمر اشيع ال 50 ال 51، هذا الاكثر السيدات بيكونوا بهالعمر دخلوا بهي المرحله او بيكونوا نهوة. نحن لانه في عندنا مرحله اللي هي مرحله قبل سن الحكمة، تستمر 4 5 6 سنين أحيانا، منخلصها بهذا العمر. بس في سيدات للأسف إنه بصير عندهم هذا الإفلاس المبيضي من الهرمونات بسن مبكرة. نفسية؟ طبعا نفسية، الرد النفسي الشديد ممكن يعمل. في سيدات بالعمر 37، في بال40، في 42 بيوصلوا لهذا العمر، وبالتالي بيفقدوا الوظيفة الإنجابية مبكرا. وبوضع بايامنا الحاليه اصلا عمر الزواج صار نسبيا متاخر تماما. فكتير مزعج انه سيده تزوجت اصلا، صبيه تزوجت بعمر 37، بعمر 38 تقول لي لانه ما عاد في قدره على الانجاب، لانه انا ما عاد في عندي هرمونات. ومشان هيك علميا دكتور شو اللي بيؤدي لهذا الشيء؟ يعني في بعض خلينا نقول الحكي الشائع اللي بينقال بالمجتمع، هل هي سبب تاخرها بالزواج ادى لهذا الشيء؟ في ناس بتقول لك لا، لما تكون متزوجه بكير وبتجيب اولاد كثير معناته سن الياس او سن الحكمه رح يتاخر عندها. عوامل كثير ممكن مؤثره. مزبوط. طبيعه اجسامنا هلا حاليا بيقولوا
تغيرت، النظام الغذائي بيأثر، شو رأيك؟ شو الصح طبعًا وشو طبعًا الغلط من هالأحاديث الشائعة؟ هلأ سؤالك كتير مهم، لأنه في سيدات بيفكروا أنه هني لأنه ما تزوجوا فهني دخلوا بالموضوع، لأنه تأخروا بالزواج، أبداً ما له علاقة، بس الإنجاب له علاقة، إمتى صار في بلوغ له علاقة، الاكثار من الانجاب ولا العدد القليل؟ لا لا، حدوث الانجاب مفيد بانه بياخرنا حدوث يعني حدوث هذا السن، مع انه في سيدات انجبوا 4 و5 و6 اطفال وصار عندهم سن يأس مبكر بعمر الـ40، واذا بترجع الى العائله كلها بتلاقين كلهم عندهم هذا الشيء. المبيض هو كمبيوتر، وانا بشبه لهم اياه بانه هذا المبيض هو فعلا مثل جهاز كمبيوتر مفرمت، معمل له فيه برنامج موقت فيه ومسجل فيه عدد البيوض ونوعيتها وامتى بتبلش البلوغ وامتى بيخلص البلوغ وامتى ندخل سن الحكمه وامتى منخلصه. بالتالي انا ما عندي قدره انه انا اخر هذا السن، فهو لما بده يجي بده يجي. الوراثه بتلعب دور بالموضوع. هلا موضوع التغذيه موضوع كثير مهم، لانه نحن بالوقت الحالي صرنا عندنا هوس بانه نحن شو بدنا ناكل وامتى وكيف والنوعيه والانظمه الغذائيه اللي نحن عم نعملها عم تعملنا الانظمه الغذائيه العشوائيه طبعا عم تعملنا كثير خلينا نقول بالعامي تخبيص بالتوازن الهرموني تبع الجسم، وبالتالي هذا عم ياثر. الصبايا اللي عندهم هوس بانه هن كل يوم بيقيسوا وزنهم على ميزان، مو الميزان العادي، ميزان ديجيتال ليشوفوا بالجرام قديش فرقوا، وبالتالي هذا موضوع كثير مهم انه انا زدت جرامين ونقصت جرامين. واللي بيدخلوا بالقمح العصبي وهدول صبايا كثير موجودين اللي بياكلوا بعد شوي بيروحوا بيتقيؤوا، هذا كله كمان مؤثر بياثر على جسم طبعا السيدة. هلا الشق اخر هو الامراض المدنفه اللي هن حرام صار عندهم يعني نقص وزن شديد بسبب امراضهم، اللي عندهم سكري، اللي عندهم الامراض اللي بياخذوا مشانها، اللي بصير عندهم مثلا سرطانات تعرض لمعالجه كيماويه شعيه، كله هدول عوامل مؤثره انه نحن ندخل بهذا السن ابكر من اللازم. يعني دكتور مثل ما حضرتك هلا حكيت انه العامل النفسي هو عامل كثير بياثر طبعا، وكمان بيساعد بالعلاج في حال كانت المراه عندها طاقه ايجابيه وعندها حيويه. قديش دكتور غير العلاج الدوائي مثلا، غير المكملات اللي بتوصفها لاي مراه دخلت سن الحكمه او سن الياس، بتساعدها نفسيا انه تساعد حالها لتقوى؟ وممكن هلا نحن وهي مشكله فينا يعني كاطباء انه دائما نتعامل مع الحالات على انها مشاكل طبيه فقط، وبالتالي نحن من بكون وظيفتنا يا اما نوصف لها دواء او انه نقول على علاج. وهو الحقيقه الموضوع النفسي والدعم النفسي كثير مهم، وسواء نحن لما تكون سيده بتثق فينا، فاحيانا بتعاملنا مع السيدة كتير موضوع كتير مهم، نحن ندعمها نفسيا، نقدم لها المشورة، نحاول نتواصل معها دائما، وحتى الاستعانة بطبيب أمراض نفسية موضوع كتير مهم. نحن بنخاف منه ويمكن أحيانا بنخجل منه بسبب قلة الوعي الموجودة عندنا، بس هو كتير مهم أنه سيدة مثلا عندها مشكلة سرطان، كانت عندها مشكلة سرطان ثدي وعندها استئصال للثدي وعم تأخذ معالجة شعاعية وكيماوية، أكيد بدها دعم نفسي هائل من المحيطين فيها، يعني من الجو الاجتماعي ومن الجو الطبي، الطبيب الأخصائي اللي عم يعالجها ومن طبيب نفسي حتى يقدم لها الدعم، حتى نحاول قدر الإمكان نتجاوز هاي المرحلة، لأنه هدول كتير معرضين يصير عندهم سن يأس مبكر أو يدخل يكون هو المرض صار اصلا بهي المرحله، وبالتالي انا بهي المرحله لازم يكون الدعم كثير مهم، وبالتالي الموضوع النفسي كثير موضوع مهم نحن بنهمله مجتمع واطباء، بس هو الحقيقه موضوع كثير مهم وبيقدم دعم ممتاز لهي السيده. اكيد، ودائما دكتور بنقول انه كل مرحله بعمر السيده او الفتاه لها اهميتها، ولها دورها، والجسم بكل مرحله كمان له دوره وبيحتاج مننا انه نقدم له شيء. بهذا السن واللي نحن مصرين نقول عنه اليوم سن الحكمه طبعاً. نلغي كلمه سن الياس من قاموسنا الشائع او حتى من قاموسنا العلمي سن الحكمه. بهذا السن المراه ممكن يظهر عندها مثل ما قلت خربطت هرمونات، يمكن بروز شعر بمناطق معينه او شيء، خلينا نحكي على هذا الجانب، شو ممكن تاخذ لحتى تخفف من هي الاعراض الجانبيه؟ هلا اذا بدنا نحكي عن اعراض وكيف بنقدر نعالجها، السيدات غالبا اللي بيراجعوا غالبا اولا باضطراب الدوره التنصيه، في جزء منهم بيصير عندهم تاخير شديد، في جزء بيصير عندهم تقارب شديد، يعني مثلا مرتين بالشهر عم تجي الطمس او كل شهرين عم تجي مره، عندهم قلق
قلق شديد، موضوع الهبات موضوع كثير مهم، هو اكثر شيء بيزعج السيده بالاضافه لموضوع الدوره الطمسيه. بس الهبات هي بتزعجها لانه الهبات مشكلتها اجتماعيه، يعني السيده بتكون قاعده بجلسه بتحس مثل كانه حدا جاب 30 سطل مي سخنه وكبون عليها فجاه، بعدين نفس السطول عبوها مي بارده وردوا كبون عليها مره ثانيه، فالموضوع جدا مزعج. التعرق الشديد بصير القلق الانزعاج التعصيب بترجع لطبيعه الجسم يمكن طبعا الوهن. في سيدات بتجاوزوا هي المرحله بدون بزيرو اعراض، وفي سيدات لا بيكون للاسف انه عندهم قمه الاعراض مثل الحمل. في سيدات بيكون الحمل بيمشي بهدوء وبسلاسه ولا كانه في اي مشكله ولا كانه في اي تغير، وفي سيدات الحمل كله بيكون مزعج جدا. فهذا موضوع شخصي. بس اذا بنحكي على العلاج فانا برايي مجرد ما السيده شافت هذا الاضطراب صار قريب وصارت هي وارد عندها لازم نلجأ دغري لحتى نستشير طبيب انه هل نحن اللي عم نعاني منه هو بداية هاي المرحلة ولا لا، لانه بين بداية المرحلة ونهايتها في عنا زمن طويل، وبالتالي انا ما فيني اعيش 5 أو 6 أو 7 سنين وانا معاني من هاي الاعراض وانا ساكتة عنها. لا، انا من اول ما بلشت احس بالاضطراب اذا لجئت للطبيب فورا فانا بيسهل علي. كنا بالزمان ومن يعني من سنوات نعطي المعالجة الهرمونية المعيضة بسموها لحتى نحن نعوض نقص الهرمونات، من جديد اكتشفوا انه الموضوع ما عاد له دور ابدا، نحن عم نحاول نبعد عنه كليا، بنعتمد على المكمل على التغذيه، ونحن بلادنا فيها هامش واسع من الاغذيه اللي ممكن تعوض نقص الاستروجين خاصه، يعني الصويا وبزر الكتان، اكلات كثير مهمين مثلا، فينا بالمساء نحن السيده تقعد نقرش كميه بسيطه من هذا او من هذا، وهذا بيساعد في اوميجا 3 مهم، نعتمد على المكملات الادويه اللي هي متممات غذائيه كالفيتامينز. ايوه تعوض هذا النقص من الهرمونات، يعني نعطي شيء هو ما له هرموني ولكن لما بفوت على الجسم بيعطي الآثار الإيجابية للهرمون بدون ما ناخذ الآثار السلبية منه، وبيعطينا هذا الدعم حتى نحن جسمنا يتجاوز هاي المرحلة بأقل الخسائر. ما بنقدر نوعد بأنه نحن ما في إزعاج أبدا، ولكن قدر الإمكان نحاول نخفف منه لحتى السيدة اللي هي ممكن تكون مذيعة ولا دكتورة ولا مطربة ولا اي مهنه إن كانت بحاجه انه تتجاوز هذه المرحله باقل خسائر، لان هي بدها تمارس حياتها الطبيعيه مع الاعراض المزعجه احيانا بيكون صعب. يعني تمام، يعني دكتور دائما الموضوع نسبي وليس بالمطلق طبعاً. بخصوص الجسم للمراه، قديش الرياضه لها اثر في حال كانت السيده بتلعب رياضه؟ هل هذا الشيء وحتى العامل النفسي يعني بيساعد انه يكون فتره سن الحكمه او الياس اقل، تمرق فيه بفتره اقل ما يطول معه؟ برافو عليكي. هلا الرياضه مثل ما حكيت نحن على الدعم النفسي بنهمل فيها، ومع انه هي شغله كثير مهمه، وانا كثير بشجع السيدات وحتى الصبايا الحوامل اللي كبار بالعمر الصغار اعملوا رياضه. ما ضروري انا رياضه انا اسجل بنادي يكون عندي هذا النظام المونوتون بدي اروح من الساعه كذا للساعه كذا لا، انا يكون عندي امتى ما فضيت انا باليوم نص ساعه ساعه انزل امشي بشكل نشيط. بلادنا فيها مساحات خضراء جيدة، ما مثل الأول بس أحسن، ما زالت متوفرة، في عنا حدائق كويسة في أنا امشي فيها بشكل ممتاز. فأنا لازم يكون عندي كل يوم 3/4 ساعة لساعة مشي نشيط، وهذا بيفرغ طاقة سلبية، بيخلي السيدة تكون تحس بنشاطها أكثر. وأنا بقول لهم مشوا مع أزواجكم، بيقدروا يحكوا، بيكون عندهم فرصه للحكي، بيسمعوا موسيقى، بيتسلوا، بيفرغوا هي الطاقه، وهذا الشيء بيخلي الجسم يعطي فريش اكثر، يكون يعني مرتاح اكثر. وبالتالي الرياضه شغله كثير مهمه كثير مميزه، مو بس انه انا سجل نادي. فانا السيدات وانتم مثلا بتشكوا انه ما عندي وقت سجل رياضه وامتى بدي اروح واليوم قدرت اليوم مالي حيل، لا مشي مشي، انا خلصت شغلي وشغلي ماله كثير بعيد عن بيتي 3/4 ساعه، روح مشي اذا كان بالامكان، فانا روح هالمسافه مشي، هذا بقدر انا يعني خفف فيه من ضغط الحياه اليومي، من ضغط الاعراض عم تصيبني لاي مرض ان كان. اكيد دكتور، بعض الناس بيقولوا انه سيده بهي المرحله بتقدر تعتمد الطريقه اللي كثير من الرجال بيعتمدوها بحياتهم بشكل عام، هي التبرع بالدم.
هل التبرع بالدم بيفيد السيدة فعلا بهي المرحلة؟ هلأ إذا بدي أقول أنه هو علاج، لا ما نوع علاج، ولكن أنا بنصح كل الناس يعني ممكن يساهم فعلا بتنشيط دورتها الدموية ويساعدها على التخلص من السموم. هلأ دورتها الدموية أكيد بيساعد على تجديد خلايا الدم والكريات الحمر أكيد 100%، ولكن إذا بقول هو أنصح بأنه هو علاج لا، ولكن هو بيساعد على تجديد الخلايا أكيد بننصح فيه ولو مرة بالسنة يروحوا الأشخاص يتبرعوا سيدات أو رجال أكيد، لأنه الموضوع مفيد، البلد كلها بتستفيد من التبرع بالدم، وخاصة الناس اللي عندهم زمر نادرة يعني الأو سلبي مثلا. هلأ فورا بعد الحلقة بروح بتبرع بالدم. فهدول وهن أصلا مثلا زمرة الأو سلبي هي اسمها معطي عام، وبالتالي فيه عطاء، وأي شيء فيه عطاء هو شيء مهم، وهو دعم نفسي للشخص نفسه أنه يروح يعمل هذا الإجراء اللي هو بحس أنه هو عم يقدم شيء منيح، وهذا كله بيأثر نفسيا بجزئيات صغيرة لما تجمعيه مع بعضها بيعمل عامل كثير مهم. أكيد طبعا. يعني دكتور هالمعلومات الهامة والمفيدة يلي فدتنا فيها اليوم بدنا نتشكرك عليها، بدنا إن شاء الله الفكرة لكل سيدة هلأ تابعتنا سمعت النصايح يلي قدمت لها إياها، دايما بتضيف لصباحنا نصائح معلومات شغلات جديدة، بدنا نتشكر. شكرا جزيلا. شكرا شكرا لك دكتور. سعيد. شكرا شكرا لك.